حلقتنا اليوم مليئة بالتشويق والإثارة، مش بس كده مليانة كمان مفاجآت وحصريات من داخل أنا وزوجتي. معانا النهارده دكتور محمد خليفه الكرماني، اهلا وسهلا بحضرتك. معانا كمان حبيبه قلبي ساره على المستوى الشخصي، وحققت عندها اصرار واراده وشخصيه جميله جدا، ولغايه ما وصلت ان هي تبقى موديلز، من اول موديلز ذو الهمم. ممكن ارحب بيها انا بقى؟ منورانا يا ساره، اتفضل. طبعا انا طبعا بالنيابه عن كل شعب مصر برحب بالمدير المحترم الاموره الجميله الاستاذه ساره محمد، بوجه لها التحيه والتقدير والاحترام، وبقول لها انت ضربتي مثل للمراه المصريه، انت عكازه سقوطك وملاذ احلامك ومتكأ الامك. هي ما فرقتش معاها الدنيا كلها. طيب. هي شايفه نفسها مودرز وبحب تبقى مودرز. كل التحيه والتقدير يا استاذه ساره، تحدت العالم كله. سعيد بك خالص انا. طبعا تحدت الدنيا كلها. طبعا ما فيش مقدمه احلى من مقدمه الدكتور أنا محمد. سعيد خالص. انا سعيد بيها خالص على فكره. انا جاي لك مخصوص من هنا على فكره. والله نورتنا، احنا كلنا سعداء بوجودك ووجود ساره. نورنا حضراتكم. دكتور محمد، نبتدي بقى اسئله. ممكن نعرف المشاهد ايه الفرق بين الاعاقه وذو الهمم؟ تمام. انا عايز اقول كلمتين. النبي صلى الله عليه وسلم جاله حد كده، صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله انا عايز اقاتل في سبيل الله. وهو كان سيدنا عمرو بن الجموح يعني، وكان اعرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ليس على الاعمى حرج، القران بيقول ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج، ما لهمش حرج، ربنا رفع منهم الحرج. فاولاده قالوا له يا رسول الله ده عايز يقاتل، يقاتل ليه؟ قال لهم دعوه يمكن ينال الشهاده، سيبوه، ده حد هيعمل عمل بطولي يعني. فسيدنا عمرو بن الجموح قال يا رسول الله، قال له لو مت يعني هدخل الجنه؟ قال له ايوه نعم. دخل سيدنا عمرو بن الجموح في غزوه احد واستشهد وقتل يعني في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم شافه يتبختر بعرجته في الجنة، يقول والله لقد رأيت عمرو بن الجموح يتبختر، يعني ماشي بقى يخطر بعرجته في الجنة. شوف العرجة يعني اللي هي إنه رجله، شوف إعاقته ما منعتوش إنه يخرج في سبيل الله، ورغم إنه هو ممنوع أو مرفوع عنه الحرج. طب يا دكتور أنت لسه ما قلتلناش التعريف. ما قلتلكش التعريف. تلاقي ناس بقى كاملة الأوصاف زي ما احنا بنقول، جميل سليم، وتلاقيه قاعد حاطط ايده على خده كده ونايم في البيت مستني الدوله تعمل له وتعمل له وتعمل له، ودايما ناقب. ليه؟ هو انا هعمل ايه؟ انا خدت ليسانس وخدت بكالوريوس وخلاص بقى. احنا معانا نموذج النهارده. طب ما احنا ما استنيتش اي حد يعمل لها اي حاجه. طب دي الاعاقه. الاعاقه عايز اقول حضرتك ان الاعاقه هنا ممكن اعاقه عقليه وليست اعاقه جسديه او بدنيه. عايزين نفرق بقى بين الاعاقه الجسديه وبين الاعاقه العقليه. العاقة الجسدية ليست حائل دون تحقيق الهدف، آمن يقينا لا مستحيلا، مفيش مستحيل في الدنيا صح. لكن أنا بقى متكئ وعايز أعمل ألاقي شماعة لأخطائي أو شماعة لكسلي، فوالله مفيش. فهناك فرق بين الإعاقة العقلية والإعاقة البدنية. الإعاقة البدنية ليست لها أي شائبة، مفيش إعاقة بدنية، مفيش حد معاق بدني نهائيا خالص، لكن في ناس معاقه ذهنيه عقليا، مش ذهنيا عقليا، لان هو بقى عايز يعيش الدور، هو عايز يعيش دور الضحيه في المجتمع. مش عايز اطول عليكم انا، ولكن حبيت اوصل للجمهور تعريف جديد للاعاقه. هناك فرق بين الاعاقه العقليه وبين اصحاب الهمم. مش عايز اقول عليهم اعاقه، ما عندهمش اعاقه، دول اصحاب الهمم. اصحاب الهمم. ومعانا المثال، مش عايز يعني المثال موجود، مثال مشرف بصراحه، طبعا مشرف لكل سيدات مصر، بل بالعكس لكل سيدات العالم كله. سيدات ورجال، ورجال ورجال، في رجال ما طبعا طبعا انصاف رجال. ساره منورانا، ده نور حضرتك. عرفينا بنفسك كده اكتر. انا اسمي ساره محمد، 25 سنه. انا جات لي الفكره من بورسعيد. طبعا من بورسعيد، اجدع من بورسعيد. ما جات لي الفكره كانت عندي من زمان. انا اتولدت عندي ضمور في النخاع الشوكي. بدات اعمل عمليات من سن 35 يوم لحد 20 سنه. طبعا ما عرفتش ادخل التعليم، ما عرفتش اعمل حاجه كويسه يعني. اللي انا بحلم ده ما بس انت عملتي كل حاجه كويسه. ليه؟ انا بعد كده انت علمت نفسك، مفيش مشكله خالص. عندي في بتر في رجلي اليمين. بعد عمليه البتر طبعا اثرت فيا،
بس رجعت اقوى من الاول. فكرت ان انا اكمل تعليمي، وده فعلا اللي حصل اللي عملته. اخدت يعني انت دلوقتي في تعليم؟ اه ما شاء الله عليك. بدات في التعليم ولسه ماشيه في موضوع التعليم. موضوع الفكره ان انا كنت مثلا بخاف اطلع الفكره لان الناس تنتقدني، لان الناس ازاي قاعده على كرسي متحرك وهتبقى موديل؟ طب الموديل بتبقى ماشيه على رجليها. طب انت احلى موديل، انت احلى موديل بجد. احلى موديل فعلا. ازاي الناس هتتقبلني؟ الناس كلها ان مفيش حاجه مستحيله. طبعا طبعا. اللي عايز يعمل حاجه بيقدر يعملها. تمام. فانا كان عندي مناسبه، فرحت جبت فستان، كانت اول اطلاله بيا بالفستان. طبعا الناس كلها لما شافتني تقبلوا الشكل. قلت خلاص انا عندي الفكره خلاص. قبل كده كنت بشتغل في احد المصانع وما حصلش نصيب، يعني قعدت 6 شهور وبعد كده استغنوا عن يعني انت عملتي عمليات وكملتي دراسه واشتغلتي وصلت لحد ثالثه اعدادي. انا عندي امتحانات كمان 3 ايام ان شاء الله. ربنا معاكي ان شاء الله. نرجع للدكتور محمد. دكتور محمد، ازاي الدوله ساعدت اصحاب الهمم؟ والله المجال ده الدوله مشكوره، يعني مشكوره بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وقياده وزير التضامن الاجتماعي، وزاره الصحه، وزاره التعليم والتعليم العالي، كله مدمج مع بعضه بيرسم خريطه اصحاب الهمم. وكلمه اصحاب الهمم، تشوف اصحاب الهمم، الهمه اللي هي بنسميها النخوه والعزه، يعني همه. ما هو المجتمع لما بينظر للناس دي بينظر لهم من منظور البوزيتيف بتاعها. بس انا متهيألي المنظور اختلف بعد المبادره اللي عملها السيد الرئيس. ما هو 2018 كان في مبادره السيد الرئيس وعرضت على مجلس الشعب وتضمنت اللائحه التنفيذيه، وطبعا انا مش اهل تشريع، ولكن هي تضمنت 16 بند او اكثر من كده خاصه بذوي الهمم، لهم الحق في التعليم، الحق في الحياه، الحق اعفاء من الضرائب، كل التسهيلات الكامله ليهم، التنمر عليهم مرفوض ويحال الى الاحكام. معنا طبعا معنا اتصال هاتفي من الاستاذ نبيل مدير مدرسة بهناسي الثانوية المشتركة. دكتور استاذ نبيل، الو الو استاذ نبيل، الو الو، تهيألي في حاجة في الخط. اكيد. الو، عليكم السلام، ازيك يا استاذ نبيل؟ احنا النهارده معانا ساره من اصحاب الهمم. فساره يعني المفروض ان هي في ثالثه اعدادي، وعايزه تعرف بقى ازاي هتقدم لثانوي، وازاي وهل الدوله هتساعدها في حاجه، وهل هي يعني حضرتك تشرح لنا الكلام ده. الو الو، نرجع للدكتور محمد تاني. فبقول حضرتك هي الدولة مشكورة، للأسف الاتصال قطع، مشكورة وفرت كل السبل لأصحاب الهمم، مسماتهم أصحاب الهمم. المبادرة دي كانت يعني نشكر عليها الدولة كلها مشكورة، وبسموهم أصحاب الهمم. شوف حضرتك للعزة والرفعة أصحاب الهمم. وشوف حضرتك لما تلاقي الناس دي بتاخد المونديال، أنا على فكرة ثقافة في الرياضة مش عالية يعني، لكن شوف الناس اللي حققت إنجازات عالية في الأولمبياد، الناس اللي حققت طفرات في الطب، اطفال الاوتيزم. لسه في حبيبي وعلى قلبي بناقش رساله ماستر اوتيزم، طفل توحد يعني، طفل توحد، وخد ما شاء الله ماستر يعني، ما شاء الله يعني كلينيكي وبحث علمي. انا شوف التطور، شوف الجمال بتاعهم. فتلاقي ان المجتمع كله يتآزر، ولذلك انا يعني باحزن حزنا شديدا لما الاقي حد معاه اطفال من اصحاب الهمم وزعلان. يا ابني انت زعلان ليه؟ ده انت ربنا منحك. صح. اللي معاه طفل من اصحاب الهمم، انت ربنا اختارك. صح. ومنحك حاجه عظيمه جدا. اكيد. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اذا شوف ربنا لما بيذكرنا يوفى بغير حساب. يعني تشوف الناس دي سبحان الله. معانا الجميله الاستاذه ساره ما شاء الله. متهيألي كمان ساره فكرت في حاجه مختلفه. ما انا لسه عايز اسالها، اقول لها يعني هي اختارت حاجه مختلفه. هو السؤال مش تعجب. لا لا مش تعجب. لا لا السؤال يعني انا عايز، انت اخترتي حبا ليه
ولا انت يعني حد ترشحه لك؟ على فكره انت في كل مجال، لو اشتغلتي حاليا مذيعه برضه هتبقي تمام. لو اشتغلت اشمعنى انك تبقي موديل ليه بالذات؟ يعني ايه الفكره، ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ الدافع خدت دور؟ لا اتفضل، لا براحتك، انت منورنا النهارده، انت وساره، انت وحضرتك، يعني اعملوا كل حاجه. ربنا يخلي حضرتك. انا الفكره ممكن اعلي صوتنا شويه؟ كان حلم حياتي ان انا ابقى موديل من زمان. يعني انا لما كنت مثلا بنزل مع اخواتي وكده، كنت اختار لهم اللبس والالوان، كانوا اي حد يعني. حتى انا لما كنت بروح محل مثلا اشتري منه والاقي واحده محتاره في الالوان واللبس، كنت انا اللي بختار لها. ما شاء الله، يعني ما شاء الله. يعني عندك بقى الموضوع عندي من الاول موهبه. بس انت نمتيه، اخترت ان يكون مجال عملك. تمام. الاول كان هوايه، لا دلوقتي بقى هيصبح. بعد ما المصنع اتخلى عني طبعا. ما تخلاش عنك، هو خسران. هو اتخلى عنك ليه يعني؟ اخترت ان انا ابدا بفكرتي وحلمي ومشروعي. حاجة كويسة انك لما المصنع اتخلى عنك انت ما اكيد. على فكرة انا كارير لنفسك شوية، بس انا بشكرهم جدا على فكرة ان هم فصلوني. ان انا قدرت ان انا اقدم وتتحدي واعمل فكرتي وحلم حياتي. مش هنشوفك بقى لو انت هنشوفك لو انت في المصنع، هتبقي موظفة وبتاخد راتب وخلاص. الحمد لله. دكتور محمد، نرجع لك تاني سؤال. متى يسمى الانسان صاحب همة؟ صاحب الهمة كل انسان يعني ولد، سواء ولد بشيء بنسميه يعني الكمال لله عز وجل، بشيء اختصه ربنا سبحانه وتعالى. يعني وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبه ربنا في سيدنا عبد الله بن مكتوم، شوف عاتبه قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هو انت هتقول يا دكتور وانت كل كلمه بايه؟ ما هو يا جماعه اللذه بقى في الدين وفي الحياه. هي كل حاجه ممكن، كل حاجه متوقفه على الدين، كل حاجه ممكن يبقى فيها نقاش الا كلام ربنا. كل الديانات بقى، كل واحد تقول كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد بيختار في دينه وعقيدته. فتلاقي بشوف الاسلام بيقول لك ايه؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه وفد كبير يعني، فجاله عبد الله بن مكتوم بيكلم، فالنبي اعرض عنه. يعني معلش الناس دول غرب، احنا بنضيفهم، حتى احنا كده بالعاميه لما يكون عندنا ضيوف بنهتم بيهم ونسيب اللي هو اهل البيت، صحاب البيت. ربنا عاتبه فيه، وكان اعمى عاتبه فيه. الو، شوف مع اتصال هاتفي. استاذ نبيل رجع تاني. الو. ايوه استاذ نبيل. اهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا باشا. معانا ساره النهارده من اصحاب الهمم، ووصلت في التعليم لغايه ثالثه اعدادي، وكنا عايزين نستفسر من حضرتك ازاي بقى هتقدم ثانوي والاوراق المطلوبه والقصه بتاعتها، وهل الدوله هتساعدها؟ سنها كام؟ الو؟ بيسال سنها كام؟ عمرها كام؟ سن 25 سنه. هو القانون لغايه سن 18 سنه من حقه يقدم سنه اولى ثانوي، وليهم دور وليهم فرصه كبيره خالص في الدمج على حسب نسبه الاعاقه، وعايز ينزلها امتحان خاص بيها. تمام. وفوق ال 5 وفوق اكثر من 18 سنه بتقدم منازل. تمام. بنفس الشروط. تمام تمام. حل برضه، حل كويس جميل. استاذ نبيل. ايوه. طب يعني هي لما تيجي تقدم ايه الاوراق اللي مطلوبه منها مثلا؟ عادي، اوراق عاديه جدا، بس هي ما فيش اللي بزياده عن نسبه الاوراق الطلبه العاديين، انها بتجيب من المديريه جواب من الاداره التحقيقيه هناك على نسبه العجز او نسبه الاعاقه عشان يحددوا لها امتحان عليه. عشان ما تضطرش يعني. طبعا عايزين حضرتك تتبناها بقى وتخلص لها الاوراق بتاعتها. وانت ضيف عزيز عندنا كده في الحلقه يعني. طب انا هخلص الاوراق على حسب المديريه اللي هي فيها. تمام. هي في مديريه بورسعيد. بورسعيد. ماشي، تخلص في بورسعيد. تخلص الورق بتاعها في بورسعيد. عادي، هو عادي جدا، ما فيش اي صعوبه. تمام. احنا كده بنوصل صوره بورسعيد بقى. في المديريه اللجنه الطبيه ويسيبوا لها نسبه الاعاقه وخلاص على كده. ميرسي يا استاذ محمد، شكرا شكرا لحضرتك. انا بقى بالنيابه عنكم بنوصل صوتنا لبورسعيد. لا اداره بورسعيد يوصل لبورسعيد بس. لا لا، صوتك وصل للعالم كله. صوتك وصل طبعا، احنا بس بنتكلم في مجال التعليم. مجال التعليم. تمام. يعني هم بقى يخلصوا لك الاوراق بتاعتك في الثانويه ويقدموا لك منازل. بدات ازاي في ان انت يعني تكملي دراستك، او مين اللي ساعدك؟ انا والدتي طبعا هي اللي ساعدتني في كل حاجه.
انا عندي والدتي واخواتي وبابايا ساعدوني في كل حاجه، ربنا يعني يخليهم. ربنا يخليهم لي، هم اللي ساعدوني في من اول. طبعا انا مقدمه منزل لان فعلا ما زي ما حضرته بيقول كده انا ما عرفتش ادخل مدرسه عاديه نظام يعني. فانا قدمت سنه، قدمت منزلي. لما جيت قدمت قالوا لي لازم تاخدي شهاده محو الاميه الاول علشان تقدري تكملي اعدادي وتكملي منزلي. طبعا انا رحت عملتها على طول ودخلت بقى اولى اعدادي وتاني اعدادي وكملت وفي تالتة دلوقتي ان شاء الله تخشي ثانوي يا رب والجامعه وتوصلي لحلمك اللي انت عايزاه. يا رب يا رب. انا بس بطلب من رئيس الجمهوريه وبطلب من رجال الاعمال وبطلب من الناس المحترمه ان هي تقف جنبي وتساعدني، لان انا بيهم مش هعرف اوصل يعني. من غير دعمهم ليا وان هم يشاركوني حلمي مش هعرف اوصل. صراحه في ناس ضايقتك في حياتك اكيد يعني كتير. لا ليه بس؟ كتير والله. وخصوصا الانتقادات انا ما فيش حد ساعدني. احنا دلوقتي طب انا اقول لك كلمتين كده؟ اتفضل. غير ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طب هو السند الله عز وجل هو السند يعني. بالله. واذا اراد الله نشر فضيله قويت اتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هو العود بتاع لو ما ولعناش في النار هنشم ريحته؟ لا. الانتقادات دي هي اللي صنعت ساره الحاليه اللي معانا. هو حضرتك لو الدنيا سهله معاكي انا ما بصيت لهاش اصلا. لا هو الدنيا لو سهله معاكي وايزي انت ما كنتيش تحسي بالنجاح اللي انت وصلتيه. وبعدين انا عندي كلمه على طول بقولها، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. حتى لما اطلقت ال حلمي قلت اول كلمه كتبتها ما فيش مستحيل. صح صح. مفيش حاجه إنما مش مش معنى ان انا عندي اعاقه ان انا لا هقعد في البيت واستنى ان حد يجيني او يستنى ان حد يديني حاجه او هستنى عطف من حد. لا انا مش ضعيفه، انا اقدر اعمل اي حاجه. انت قويه جدا. اكيد. انا راجع بس لازم صارت علمت منك. استاذنك نشوف الفيديو بتاع الدكتور بتاعك يا دكتور محمد. تمام. نعرض الفيديو. الناس دي مش عارفه ايه الاطفال دي. انت بص يا حم محمد بص كده الكاميرا وشاورنا كده. بص اهو بيصورك القبلة. يلا كده عشان احنا نمشي. يلا عند الناس. الحالة دي حالة تمر مخي من 6 سنين او 5 سنين. وكان عندنا نوع من انواع الشلل الكبد، بس الحمد لله يعني كانت علاج طبيعي مع الدكتور عبد الله. ونودي التحية والتقدير للدكتور عبد الله. بسبب الحالة دي علاج طبيعي ما شاء الله بتمشي. ما شاء الله انا مبسوط جدا ومبسوطه والناس كلها مصر كلها مبسوطه اصلا ان محمد يمشي اصلا. الدنيا كلها مبسوطه الحمد لله. انا مش عارف هو اللي مصدق فين. يلا يا محمد هتصور على فكره شاور لمصر كلها. يلا شاور شاور لمصر. يلا شاور لهم كلهم كده. ها شاور لمصر كلها. مصر كلها هتشوفك بايديك الاثنين. واشكر الاستاذه هند اللي بتصورك برضه. شكرا. واشكر المركز بتاعنا ده. واشكر الدنيا كلها واشكر ربنا الاول ان شاء الله. انت بتكح ليه؟ انت بتكح ليه؟ انت بتبقى عايز تقول للناس ايه؟ انت عايز تقول للناس ايه؟ شكرا. كلم الناس قول لهم ايه؟ كلم الناس. الناس الناس مستني فرحانه بيك. شكرا. قول لهم ايه؟ هتقول لهم ايه؟ شكرا. قول لهم شكرا. شكرا للدكتور. شكرا. ها؟ هنزلك على الفيس. هتنزل على الفيس خلي بالك. الناس كلها هتشوفك وتعمل لك مشاهدات. باي باي. يلا باي. دكتور محمد تعلق لنا على الفيديو. انا والله يعني لو قلت لك ان انا بتنتابني يعني ممكن الواحد تسرقه دمعته يعني. بتحس انه عمل انساني اكتر قبل ما يبقى عمل. انا على فكره اولا انا متبرع بعلاج 50 حاله مجانا من منبر قناه الصحه والجمال ومن برنامج انا وزوجتي حضرتك. 50 حاله مجانا. دي حاجه حصريه لينا. 50 حاله دي حاجه حصريه لينا. في القاهره في الصعيد في وضع القناة في أي مكان. 50 حالة أنا متبرع بهم شخصيا. نعم؟ لا علاج حالات أصحاب الهمم. حالات أصحاب الهمم. أصحاب الهمم. أنا أصحاب أنا حبايبي أصحاب الهمم. أصحاب الهمم 50 حالة. يعني دكتور محمد متبرع ب 50 حالة من برنامج أنا وزوجتي تحت أمرك وياخدوا رقم تليفون ينزلوه بتاع التليفون ينزلوه على صفحة. شرف لنا دكتور محمد. لا 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 فما اقول لحضرتك انا مبادره جميله من حضرتك. لا 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 اللهم اجعلنا خير ومن ظنون وخير لنا ما لا يعلمون. ربنا يكتب لك. انا ببقى سعيد جدا. بص الحالات دي لما بتجيني كل ما اتكلم الناس تقول يا دكتور انت بسطت الحاله. بقول لهم يا جماعه والله ده كله بتاع ربنا عز وجل.
الحالات دي محتاجه بس الابتسامه، بس ابتسم. اذا بدات حياتك بصرخه فمن الاول ان تعيشها بابتسامه. هو الطفل لما بيتولد بيتولد بيصرخ، صح، لكن شوف الصرخه دي بدايه الحياه، صرخه بتدي لك الحياه، فانت ليه تعيش الحياه بسقم وحزن؟ فعايز اقول لك ان اصحابي لما بيجوني انا بصراحه يعني شخصيا بيسدوا صدري، بيدوني فرحه. دي الحاله الرقم 5 عندي، ان هو الحمد لله يعني الحاله دي ليها 5 سنين. ده محمد طفل، لكن ده حالته ايه بقى محمد؟ محمد ده كان عندي ضمور في المخ 5 سنين سنه، في محافظه انا، وكان بيتعالج عند اساتذه ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم، وعملوا كل اللي عليهم. ما الا ان ما انا الا قطره في بحر يعني. الحاله جت عندي مره في اثنين، وحاليا على فكره حاجات طبيعيه يعني اعشاب طبيعيه ربنا رزقها، موجوده في الطبيعه، موجوده لكل الناس، وتعاملنا معاهم مره في اثنين، فالحالات ابتدت تمشي. فسبحان الله يعني لا نقول الا اللهم لك الحمد، يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض. الحمد لله، هو نعمه من عند ربنا ان احنا النهارده كان معانا ساره وكان معانا دكتور محمد. اتفضلي. ساره، جربتي تمارسي رياضه قبل كده او؟ جربت امارس رياضه. انا كنت بلعب رفع اثقال حديد، وكنت برفع وكنت بلعب كره طايره. انا الوحيده اللي كنت في الفرقه اللي كنت على طول بكسب، سواء في الكره الطايره او في الحديد رفع اثقال. ليه بقى ما كملتيش في حاجه من لاني انت تختميها ليه بس؟ يعني لسه معانا صح، احنا معادي الهواء لسه ما استمتعناش بصراحه. احنا كان لينا الشرف النهارده مع ساره، نورتونا ومع الدكتور محمد. بالعكس احنا كلنا ضيوف الاستاذ ساره النهارده، ولينا كده ضيوف الاستاذ ساره. احنا اتشرفنا بمعرفه حضرتك يا دكتور، ونورتنا ونورتينا يا ساره. نور حضرتك، نشكر ساره، نشكر الساده المشاهدين، واستنونا كل يوم اربع في نفس الميعاد مع برنامج انا وزوجتي. تحياتي لكم، تحياتي. شكرا.